تايهة ضايعة، حاسة ان كله بينجح وانتي الوحيدة اللي لسه واقفة في مكانك، حاسة ان احلامك وقفت بعد ما خلفتي. يا صباح الخير والجمال والسعادة على عينكم يا احلى بنات في الدنيا كلها، وحشتوني وهتوحشوني وبتوحشوني جدا جدا من الفيديو للفيديو. النهاردة متحمسة جدا جدا لان الموضوع في غاية الاهمية، لكن علشان انتوا عارفين انا مش بحب اخبي عليكم اي حاجة ابدا، فانا عايزة اقول لكم ان في الفترة الاخيرة كده حسيت بشوية زعل، وده لقلة التفاعل معايا. طبعا بلاقي مثلا ساي 50 مشاهدة على الفيديو، فببقى متوقعة 50 اعجاب او عدم اعجاب، وبتقولي لي انتي معجبة او مش معجبة ليه في التعليقات، وبتقولي لي ايه اللي انت حابه تسمعيه مني الفتره الجايه. فدي كانت الحاجه اللي مزعلاني، وطبعا حبيت ان انا اقولها لكم. فيا ريت طبعا الاقي تفاعلكم، الاقي الكومنتس بتاعتكم واراء اعجاباتكم. وطبعا لو انتي اول مره تشوفيني، انا كونتنت كريتور بعمل فيديوهات تخص كل حاجه عن حياه المراه، فعلشان تنضمي لاسرتنا ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس، ويلا بينا نوصل القناه ل 5000 مشتركه قبل بدايه السنه الجديده. انا واثقه فيكم وفي دعمكم، وده مش كتير عليكم ابدا ابدا. يلا بينا نبدا كده في الموضوع على طول. النهارده كده وزي ما قريته في العنوان، 3 عادات سيئه بتعملها ربه المنزل. المقصود هنا يا بنات، علشان محدش يتوه مني في المفاهيم، اقصد العادات الفكريه. عايزاكي في الاول كده تطمني وتهدي وتسمعي الفيديو للاخر علشان تكوني الفكره كلها. انا عايزه اقولك ان انا كنت زيك، وانا كنت بمر بالظروف دي زي ما انتي بتمري بيها دلوقتي، زي ما غيرنا مر بيها، وزي ما بنات كتير هتمر بيها. ولكن الفيصل هنا ان انتي تمري وتختبري الظروف دي وتطلعي منها اقوى، تطلعي منها بحاجه جديده. وده النهارده اللي انا عايزه اوصل بيه معاكم. اول عاده فكريه سيئه معانا النهارده، وهي انا نسيت نفسي. انا فين؟ انا مين؟ ده اللي بيحصل معاكي لما انتي تبقي لسه مخلفه جديد. ليلك نهارك، نهارك ليلك، تايهه في روتين البيبي، مش عارفه تعملي اي حاجه لنفسك، البيبي واخد كل وقتك، ولو فاض وقت بتبدأي ان انتي تشتغلي في البيت. طبعا الكلمة الشهيرة اللي بتتقال لنا، اشتغلي لما ينام، نظفي لما ينام. فهنا في ناس تقولك نامي معاه لما ينام، وفي ناس تقولك اشتغلي لما ينام. فهنا لما ينام انتي هتشتغلي في البيت، ولما يصحى هتشتغلي له، بمعنى اخر وقتك ليه. فهنا انت بتحسي ان انت تايهه. طب انا فين؟ طب ما حدش بيقول لي سرحي شعرك، ما حدش بيقول لي ضوافرك مالها، ما تهتمي بضوافرك، ما حدش هيقول لك اي حاجه لنفسك. فهنا لازم تبقي عارفه ان دي مرحله طبيعيه وبتحصل. فهنا بقى ممكن ستات تقع في فخ المقارنه، تقارني نفسك باي ست بتشتغل، اه شوفي هي حلوه ازاي، شوفي بتشتغل ولاقيه وقت وعامله، تقارني نفسك بست تانية قاعده في البيت بس عارفه تخلق وقت وعارفه تعمل حاجه وعارفه تشغل نفسها وعارفه تهتم بنفسها. فهنا لا، مش عايزه، انا مش عايزاكي تقارني نفسك باي حد. بمجرد ما انت وقعتي في فخ المقارنه ده، عايزه اقولك ان خلاص حياتك وقفت، عايزه اقولك ان انت بداتي تقللي من نفسك، بداتي تهدري وقتك، الوقت اللي انت هتستغليه في ان انت تركزي على نفسك وتهتمي بنفسك تهدريه على الارض وربنا هيحاسبك عليه. وكمان ان انت كلك طاقه، طاقه مهوله، فانتي بدل ما تستغلي الطاقه دي في تركيزك على نفسك وتشوفي ايه اللي ناقصك وتعمليه وتبداي منين وترتبي خططك وبالورقه والقلم، لا، اهدرتي طاقتك في ان انتي بصي على غيرك وتقارني نفسك بغيرك. طيب دلوقتي خلاص بنات هتقولي ايوه احنا بنمر بكده، وايوه احنا ده بيحصل معانا، واحنا مش لاقيين وقت لنفسنا. طب اعمل ايه وازاي ما انساش نفسي؟ فهنا انا عايزه اقول لك اول حاجه تعمليها ان انت البيبي بتاعك لازم تعملي له روتين، مش ليل نهار ونهار ليل. دي من الاخطاء اللي انا شخصيا وقعت فيها، ولكن مع الوقت عرفت ان لا، ما ينفعش اسيب البيبي هو اللي يمشي لي روتين حياتي. ايوه البيبي بيتعمل له روتين، الكلام ده حقيقي، الكلام ده علمي، الكلام ده بيحصل. ولو انت عايزاه اعمل لك فيديو لروتين البيبي، بيبي سيبي لي ده في الكومنتس، وده ممكن يكون عنوان موضوعنا الجاي. فهنا انا عايزاكي اول حاجه تعملي روتين للبيبي، تاني حاجه روتين لنفسك انت. ما بقاش طول اليوم بشتغل في البيت وبنظف وبخدم وبرضع وبغير حفاضات وبعمل، لا. ايوه في فتره في حياتك، الفتره الاولى من عمر البيبي، وتبقي عارفه ان الفتره دي طبيعي ان وقتك غصب عنك بيروح كله للبيبي، مثلا لمده اول 6 شهور دي مثلا، تبقي عارفه ان انت هتقضي اغلب وقتك مع البيبي. ولكن عايزاكي في ظل اليوم الزحمه ده ما تنسيش نفسك،
ابقى عارفه ان انا كمان ليا روتين، ابقى كده قايله لجوزي على فكره انا باخد ربع ساعه بالليل بعمل روتين البشره بتاعي، على فكره انا محتاجه نص ساعه بقرا فيها بخلص حاجه، او انا حتى بكلم ماما يوميا بعد ما البيبي ينام. الساعه 9 بالليل معلش انا بشرب كوبايه النسكافيه بتاعي وبتفرج على التلفزيون وبعمل الهوايه اللي بحبها وبتكلم في التليفون. تبقي عارفه انت عايزه تعملي ايه، تتواصلي، لازم تتواصلي. هتتواصلي مع مين؟ اتواصل مع جوزي، الراجل اللي قاعد معايا في بيت واحد. ايوه عنده مشغوليات وايوه عنده حاجات، بس لازم يكون عارف ان انا كمان انسانه. زي ما انا قلت لك في الفيديوهات اللي قبل كده، اوعي تنسي انك انسانه، انت ام وانت زوجه وانت ربة منزل، بس انت فاطمه، كريمه، ايناس، سهى، منى، انت انسانه. الانسانه دي ليها احتياجات، خلي بالك. ودايما تذكري ان ام سعيده بيساوي حياه سعيده، فانا عايزه حياتك تبقى سعيده. العلاج ان انت بتعملي روتين للبيبي، بتعملي روتين لنفسك، بتتواصلي. احنا مش بنتواصل، مش بنقول ان احنا تعبانين، مش بنقول ان احنا محتاجين بريك، مش بنقول ان احنا محتاجين وقت لنفسنا، لا لازم نقول، لازم نتكلم. لو انتي ما اتكلمتيش ولو انتي ما عبرتيش عن نفسك، جوزك مش هيعبرك، انا اسفه، محدش هيسمعك، محدش هيتفهمك. لازم اقوله، حتى لو هو شايف. برضو في ناس بتبقى مدام انتي ما اتكلمتيش تقول بس لا اصل هي كويسه، اصل مدام ما اتكلمتش يبقى ما فيش حاجه، يبقى الموضوع عادي. لا، لازم اتكلم ولازم اعبر عن نفسي بوضوح. فهنا انا مش عايزاكي تنسي نفسك. دي كده اول نقطه. تاني نقطه، عايزاكي توقفي الفيديو تكتبي لي في الكومنتس ايه العادات الفكريه السيئه اللي انتي وقعتي فيها لما خلفتي. يلا كتبتي، خلاص ندخل على العاده رقم 2، العاده الفكريه اللي لو تملكتك خلاص بتكتئبي، بتنهاري. ساعات في بنات بتصل تقول لي انا اصلا كارهه الامومه، يعني انا اصلا يعني يا ريتني ما كنت ام، ده الموضوع طلع صعب. فانا مش عايزاكي توصلي للمرحله دي. فهنا تاني حاجه، الاحساس اللي بيجي كده بياكلك حيه، انا ماليش لازمه، انا لازمتي ايه؟ شوفي دي بتشتغل، شوفي دي بتعمل، شوفي دي بتنجح، شوفي دي بتنجح، انا قاعده في البيت، انا كل اللي بعمله ان انا قاعده بروق وبخدم وبنظف، انا دي مش انا، انا دي مش حياتي. طب جوزي بيجيب فلوس، طب انا بعمل ايه؟ عايزه اقول لك انا وقعت في الاحساس ده بعد ما خلفت على طول، وتعافيت منه مع الوقت. فانا عايزاكي تعرفي ان الاحساس ده احساس مؤقت، احساس مش هيدوم. انت ليكي لازمه كبيره جدا، حتى لو هنتكلم من منظور البيبي. وهقول لك الامومه غيرت حياتي في ايه، فالامومه دي هتغير حياتك، هتحسي ان حياتك اتغيرت، هتحسي ان النهارده مش زي امبارح، مش زي بكره. فلا، ان انت تربي طفل وتربي انسان، والطفل ده يعلمك الصبر، الطفل ده يعلمك الهدوء، الطفل ده يعلمك الثبات الانفعالي. فلا، انت بتعملي حاجه، وبتعملي حاجه مهمه وحاجه غاليه، وعايزاكي دايما تفتكري ان اليوم اللي بيخلص دلوقتي مش هيرجع تاني. لما البيبي مثلا يبقى لسه مولود، يا رب امتى يكبر بقى، يبقى سنه تشتاقي لعمر البيبي، يبقى سنتين تشتاقي لعمره لما كان سنه، وهكذا. فعايزاكي تحطي في دماغك لما الاحساس ده يتملكك ان ده طبيعي، دي فترة مؤقتة، أنا حياتي مش هدوم كده، أنا متملكة حياتي، مش حياتي اللي متملكاني. تاني حاجة، عايزاكي في الفترة دي، عارفين السيت اب اللي بيقولوه، احنا هنعمل سيت اب، احنا هنعمل ضبط المصنع، اعملي إعادة ضبط المصنع. أنا كنت بعمل كده، كان ليا بيبي وليا بيت وليا حياة وليا كل حاجة، ولكن كنت أجيب الورقة والقلم وأقول طب أنا مش شاطرة في كذا، طب أنا هتعلم كذا، طب أنا بعد ما الفترة دي تخلص هبدأ في إيه. تعملي كده اعاده تنظيم لحياتك. ايه ده انا ما بعرفش احط ميك اب، انا نفسي احط ميك اب، كنت اتعلم. ايه ده انا ما بعرفش اتكلم، انا ما بعرفش اتواصل، انا ما بعرفش اعبر عن نفسي، لا بدات ان انا اشتغل على الموضوع ده، وبدات ان انا اعرف ازاي اتكلم وازاي اعبر عن نفسي وازاي اخلق محادثه وازاي اسمح للطرف التاني يقول رايه، واعرف امتى اتكلم وامتى اسكت. اي حاجه انت مش شاطره فيها ده الوقت، ده كده انا بسميه اعاده تسطيب لحياتك، اعمل ريفرش. جيبي الورقه والقلم، انا اتخرجت من كليه كذا، انا نفسي اكمل في ده، او انا اتخرجت من كليه كذا بس انا مش مبسوطه ان انا اكمل، انا عايزه اعمل كارير شيفت، انا الكورس الفلاني كان نفسي فيه وبسبب الظروف ما خدتوش، انا هعمل انرولمنت اونلاين، انا بحب الاشغال اليدويه ووقفت فيها، لا انا نفسي ارجع اكمل. تشوفي انت عايزه تعملي ايه. مفيش، صدقيني مفيش فتره احسن
احسن من الفتره دي. هتبقي قاعده فيها في البيت، هتبقي مع ابنك، هتبقي بتبصي على نفسك من جوه، هتبقي شايفه نفسك. فهنا انا برضو عايزاكي تعتبري الفتره دي اعاده هيكله وتحطي فيها نقط، لان البيبي ده هيكبر. الست شهور هيبقى سنه، والسنه هتبقى سنتين، وكل ما البيبي بيكبر وكل ما بيعتمد على نفسه فده وقتك ان انت كمان تشوفي نفسك. لان زي ما انا قلت لكم التوازن في كل حاجه مطلوب. انا ام، انا زوجه، انا بشتغل بره، او انا امراه عامله، بس انا برضو كمان نفسي. ما اقدرش انسى نفسي، لان انت لو نسيتي نفسك خلاص مش هتبقي سعيده، ابنك مش سعيد، جوزك بتزعقي، خناقات، مش قادره تتواصلي، مش قادره تتكلمي، مش عايزاكي توصلي للمرحله دي. تالت عاده سيئه معانا النهارده، برضو عايزاكي توقفي الفيديو لثانيه ثانيتين وتكتبي لي في التعليقات ايه ممكن تكون العاده دي من وجهه نظرك. يا ترى كتبتي؟ طيب العاده رقم 3، الخوف من الناس، الخوف من الحكم، الخوف من الليبلينج. بمعنى في ستات او في بنات بتبقى بتشتغل بعد الخلفه، هي مش عايزه تشتغل تاني، هي عايزه تقعد في البيت 24 ساعه، هي عايزه تبقى مع ابنها، هي عايزه تروق، عايزه تنظم، عايزه تعمل اكلات جديده، هي شايفه حياتها في كده. ده مش غلط، وانا كامراه عامله انا مش احسن منها، وهي كربة منزل هي مش احسن مني. زي ما انا قلت لكم مفيش مقارنات باي نوع. فهنا تبدا بقى مثلا واحده كده قريبتك بنت حلال لذيذه كده، يا شيخه حرام عليكي انت قاعده في البيت، انت سايبه وظيفتك اللي ب 3000 جنيه في الشهر وجاي تقعدي في البيت؟ لا 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 لا، اصل قعده البيت بتملل، قعده البيت بتزهق، اصل ما اعرفش ايه. طبعا تلاقي الحكم، الحكم عليكي، ايه ده انا مكسوفه، انا ربة منزل. اي حد يسالك هو انت بتعملي ايه في حياتك تبقي مكسوفه تقولي انا قاعده في البيت، ام في البيت، انا ربة منزل، انا بهتم باطفالي. بتبقي خايفه تتكلمي لا يتحكم عليكي، بتبقي خايفه تتكلمي لا تاخدي طاقه سلبيه. لا، عايزاكي النقطه دي حلها سهل وبسيط، اعرفي ان انت مهما عملتي انت وحشه، مهما عملتي انت غلطتي، مهما عملتي هيتحكم عليكي، ما تقلقيش. طيب سبتي البيبي ونزلتي تشتغلي، ده انت ام اسيا، انت سايبه البيبي في حضانه، قاعده في البيت 24 ساعه مع البيبي، برضو انت وحشه. شايفه كده الاطفال بيتكلموا ازاي وبياخدوا ويدوا، شايفه ابنك عبيط، ابنك ما بيعرفش يتكلم، ابنك ما عرفش ايه. فدايما هتحسي بالتقصير، اوعي تخافي اللي يتحكم عليكي، سواء كنتي بتشتغلي فول تايم او ما بتشتغليش، او بتشتغلي يوم واحد في الاسبوع، مالكيش دعوه هيتقال عليكي ايه، مش بتاعتك. المهم انا مبسوطه كده، انا شايفه نفسي في كده، انا سعادتي كلها في كده، انا سعيده، جوزي سعيد، ابني سعيد. لكن يا فرحتي مثلا ان انت تنزلي تشتغلي وانت اصلا لسه ما عملتيش اعاده الهيكله، وما عملتيش زي ما احنا قلنا كده تظبيط وتنظيم لحياتك، ونزلتي تشتغلي مش عارفه، جايه البيت ما فيش اكل تاكليه، ما فيش اكل تاكليه لابنك، جايه اوضه ابنك مش نظيفه، ابنك بياكل حاجات من الارض، مش عارفه تغسلي هدوم ابنك، مش عارفه تنظمي، مش عارفه مش عارفه مش عارفه، يا فرحتي. لا، فهنا انا عايزاكي انت زي ما قلتها في كذا فيديو برضو، ارجعوا الفيديو اشتغل ولا اقعد في البيت، عايزاكي انت اللي تكوني صاحبه قرارك. القرار مش قرار جوزك، مش جوزك اللي هيقولك تشتغلي ولا تقعدي، لان لو سمعتي كلامه مش هتبقي مبسوطه. مش قرار اهلك، اب ام اخ، مش بتاعهم، مش قرار زمايلك، مش قرار قرايبك، القرار قرارك. فاللي انت هتكوني سعيده فيه هو ده اللي هيوصلك للسعاده المطلقه، واللي هيخليكي تنجزي، واللي هيخليكي تنجحي، واللي هيخليكي تحققي ذاتك وتحققي نفسك. ده كان موضوعنا النهارده، اتمنى ان الموضوع يكون ساعدكم في اعاده ترتيب افكاركم، وازاي تفكري وازاي تتكلمي مع نفسك، وخصوصا في الفتره الاولانيه. ايوه كلنا مرينا بيها، ايوه انا حاسه بيكي، ايوه انا معاكي، ما تقلقيش، هتبقي احسن صوره من نفسك، وهتتقدمي وهتحققي توازن في حياتك طول ما انت بتحطي ايدك على المشكله، وبتحطي برضو ايدك على او بتفكري في الحلول. ده كان موضوعنا النهارده، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير، وهستناكم في الموضوع الجاي، وهو ازاي انا جذبت السعاده والمال والخير لنفسي بقانون الجذب. هستناكم، سلام.